ولمناقشة التدخلات الإيرانية في شأن العراقي معنا من مالمو الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. كان من أحد أهداف الثورة الحالية إخراج النفوذ الإيراني، لكن إيران ما تزال تشرف على القرار الحكومي وتختار رئيس الوزراء القادم، كيف ترى ذلك؟ أرى ذلك، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، أرى ذلك بأنه رد فعل طبيعي، هذا تصرف طبيعي من قبل إيران، ولو لم تفعل إيران ذلك فإنها فتعتبر أنه هذه مسألة تتنافى مع حكمتها وذكائها ودهائها السياسي المعهود. إيران كما نعلم تهيمن على العراق، وهيمنتها على العراق تؤمن لها تثبيت ركائز المشروع الاستراتيجي الإيراني، وخصوصا ركائزه في سوريا وفي لبنان. هذه الركائز من شأنها أن تهتز وتتزعزع فيما لو فقدت إيران حكومتها الذيلية التابعة لها في بغداد. لذلك نرى أن إيران يجب أن تتداعى من أجل إنقاذ الحكومة التابعة لها في العراق والمحافظة على قوة نفوذها في هذا البلد العريق، لأن العراق يؤمن لها ليس على صعيد سوريا ولبنان فقط، وإنما يؤمن لها تمددا على صعيد منطقة المشرق العربي كلها، نعم، لا سيما الخليج العربي واليمن. نعم. طيب إذا نظرنا إلى المشهد فنلاحظ أن سليماني والقيادي في حزب الله اللبناني محمد كوثراني هما اللذان يشرفان على اختيار رئيس الحكومة، يعني إلى أي مدى يبدو ذلك مقبولا؟ هذا مقبول طبعا من ناحية الحكومة ومن ناحية الأحزاب الحاكمة، لأن الأحزاب الحاكمة كما نعلم لها مصلحة في الرعاية الإيرانية، لأن دولة الرعاية الإيرانية والدعم الإيراني والإسناد الإيراني لحكومة المنطقة الخضراء والعملية السياسية لذهبت هذه الأحزاب وأصبحت هباء منثورا. نحن نعرف أن الأحزاب منذ بداية أكتوبر ولحد الآن تتعرض لهزائم تلو الهزائم، وأصبح نفوذها محدودا، وأصبحت لا تستطيع أن تحرك ولو مظاهرة صغيرة في أصغر الأحياء في بغداد أو في المحافظات، نعم، الجنوبية أصبحت لا وجود لها. فهذه الأحزاب من مصلحتها أن يستمر الدعم الإيراني، وهي التي تستدعي بالحقيقة قاسمي وكوثراني من أجل التداعي إلى بغداد لإيجاد حل لهذا الوضع، لأن أسقط في يدها وتعرف جيدا. على ذكر سليماني، كيف تفسر الأخبار التي تواترت عن تهديدات من سليماني لمقتدى الصدر وغيره للقبول بمرشح رئاسة الحكومة المدعوم من إيران؟ والله احنا لحد الآن طبعا وصل تهديد، هذا التهديد مبطن أو صريح، لكن أنا لدي قراءة خاصة لهذا الموضوع. أنا أعتقد أن قاسم سليماني رأى رأي العين بأن الأحزاب المعروفة خصوصا حزب الدعوة وكتلة العصائب الحق وكتلة العامري احترقت، يعني أوراقها احترقت هذه. لذلك يجب أن تتنازل إيران عن مطلبها وإصرارها بأن تكون هذه الأحزاب هي التي ترشح رئيس الوزراء. أنا أعتقد أن قاسم سليماني يراهن على الصدر وعلى التيار الصدري، لأن التيار الصدري مهما قيل لم تحترق أوراقه بعد، أو على الأقل لم تحترق على النحو الذي احترقت فيه احتراق الأحزاب التي مر ذكرها. لذلك أنا أعتقد أن سليماني يحاول إرضاء مقتدى الصدر وترغيبه وترهيبه من أجل القبول. شخصية ربما تلقى وصلت الفكرة. عدد هائل من أشكرك جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو.